التقسيط؟ لا طبعا، في حاجة ما تنفعش بالتقسيط. حلاوة المول بالتقسيط يعني ايه ده يعني؟ طب ما بلاش، مش لازم اشتري. بعد كده بقسط الباقي على بعدين ولا ايه؟ مش فاهمه انا يعني. ما فيش اي حاجه، ما احرمهمش واجيب لهم بالتقسيط، مش كده برضه ولا ايه؟ هو كويس، لا كويس ان هو يعملوا بالتقسيط يعني. ده بالتقسيط، تقسيط تقسيط تقسيط. هي كل حاجه ماشيه بالتقسيط. ده ازاي ده؟ هو فين انا اشتريها بالتقسيط؟ لا ممكن اجيبه اجيب اول قسط بس واجيب واكي واعمل اللي انا عايزه وكده ما ادولوش تاني.